النهاردة هنعمل صابون تقدري عليه تقولي عليه صابون بريحة، صابون شاور، صابون بلدي، صابون حمام، سميه زي ما تسميه، المهم ان صابون متعدد الاستخدامات. حاجة كده تحفة يا جماعة من الاخر، شايفين القوام والجمال ده؟ مقادير مظبوطة 100%. مفيش بقى ايه شكوى تاني هنقول سبب طريان الصابون. مفيش ان شاء الله شكوى ان الصابون هيبقى طري معاكي بعد كده. زي ما احنا شايفين كده اللون حلو والقوام ده، انا عاوزاه بالشكل ده علشان يبقى الصابونة ناعمة معايا زي ما هنشوف في اخر الفيديو. خليكي معايا في اخر الفيديو، حطي متابعة للصفحة، اعملي لي لايك يا حبيبتي عشان الفيديو يوصل، وتعليق قمر زيك، تعليقين تلاتة اربعة كل واحد فيكم علشان الفيديو يوصل للناس ونستفيد كلنا. دلوقتي انا الصابون حبيت اوريكم القوام الاول بيبقى ازاي، وهنصبه في اي حاجة عندك، علبة عصير، علبة لبن، في القوالب السيليكون زي ما تحبي. اول حاجة نسمي الله ونصلي على النبي. وازاي هنصفي الزيت المستعمل؟ بحط منديل كده من الوايبس على الصفاية، لان الصفاية مش كفاية، بتكون واسعة وبتنزل برضو بقايا الزيت. زي ما احنا شايفين كده، ده منديل وايبس، يعني منديل مبلل، تمام كده. بتعصريه شوية بايدك كده، وبعد كده بتحطيه بتصبي عليه الصابون زي ما شفنا. اول حاجة كوباية من المية ساقعة متلجة هنحط فيها، وهقول لكم ليه دلوقتي، هنحط فيها معلقة من السكر ومعلقة من ملح الطعام العادي، وهقلب كويس قوي. لازم السكر والملح اللي هو ملح الطعام يدوبوا كويس جدا، ده شرط، علشان لما بيدوبوا كويس قوي بقدر استفيد من فايدته. الملح بيساعدني على تصلب الصابون ومادة حافظة، والسكر برضو مادة حافظة، بس جليسرين لإيديا، جليسرين لو هستخدمه لأي حاجة بيبقى بصراحة بيعلي الرغوة جدا جدا بتاعت الصابون، زي ما هنشوف برضو التجربة في آخر الفيديو. دلوقتي عندي ليمون، حوالي ليمونتين، بعصرهم كويس وباخد المية بتاعتهم وبصفيهم، عشان برضو مش عايزة اي حاجة في الصابون بتاعي. ما تنسوش ان المية متلجة. طب ليه اماني المية متلجة؟ المية متلجة علشان البطاس يبرد بسهولة معايا. خلوا بالكم لما بنعمل اي منظف سايل تاني عشان ينظف بيه، ده 8 معالق على فكرة من البطاس، معلقة مليانة، معلقة كبيرة. قلنا المية متلجة ليه يا أماني؟ علشان المية المتلجة بتساعدني على تهدئة البطاس، ما تخليش ريحة الصابون مش حلوة، فخلوا بالكم من الموضوع ده كويس. هقلب كويس جدا جدا، واركن الكلام دوت لغاية لو انت مش مجهزة بقية الزيت، طبعا هنصفيه كويس قوي زي ما شفنا في اول الفيديو. قلبي كويس قوي، خلاص تلج، وانا اصلا حتى ميه متلجه سبته يبرد برده تاني عشان الابخره اللي بتطلع من البطاس. هحط 4 كوبايات من الزيت، تمام كده، ما كملتش معايا بس انا كملتها، 4 كوبايات من الزيت، 8 معالق من البطاس بالشكل ده، تمام كده. ال4 كوبايات زيت بياخدوا 8 من البطاس اللي هم 8 معالق بطاس. وقلبي كويس قوي قوي لغاية لما تحسي ان الزيت اندمج مع الاول بالمعلقة، يكون اندمج مع الزيت والبطاس والمكونات كلها اللي حطيناها. دلوقتي انا عندي هاند بلندر، تمام، ما عنديش، بتروحي وتيجي عليه طول النهار وتقلبي فيه، بصي لغاية ما تخلصي حاجتك، كل شوية التقليبة دي بيتصبن لوحده. مش هقولك بقى ليه، معاكي مقادير مظبوطة، شرط جدا جدا. طيب انا وعدتكم الصابون. الاول عايزه اقول حاجه يا جماعه ملحوظه، انا ما بكتبش ليه المقادير بتاعت المنظفات، انا بعمل منظفات مش كيكه ولا اكل. الاكل عارفين البقدونس، عارفين الدقيق، عارفين، تمام، عارفين شكله، انما انا بعمل منظفات، حاجات كيماويه، لازم اوريكي شكلها واوريكي عيارها واوريكي القوام اللي بوريهولك دلوقتي ده، زي ما انت شايفاني كده لسه القوام المناسب ما وصلتلوش، ده خفيف قوي،
فلازم بتشوفي ده بنفسك. اكتب لك مكونات اذا انت ما شفتيش الحاجه، بترجعي تشتكي ان الصابون طري. طب ما انت عشان ما شفتيش، انا انت بتعملي الصابون بالكتابه وبس، بتشتكي ان الصابون ريحته مش حلوه عشان ما سمعتيش اللي انا قلته عشان ريحه الصابون تبقى حلوه، وهكذا. يعني يا جماعه المنظفات بتختلف عن اي فيديو تاني بيتكتب لكم المقادير فيه، فعشان كده والله انا مش بكتب المقادير، فاسفه جدا جدا لاني بجد بلاقي شكاوي جامده قوي. دلوقتي انا بحط ايه؟ بحط ريحه حلوه للصابون، اي زيت عطري بتفضليه ضيفيه للصابون، هيبقى ريحته حلوه قوي قوي معاكي. قبل كده حطينا كيس من البرسيل، بس احنا قلنا الصابون بتاع النهارده متعدد الاستخدامات، انا مش هستخدمه لغسيل بس. البرسيل طبعا ريحته حلوه وينفع برضو لكل حاجه، بس انا النهارده اخترت ان انا احط زيت عطري، وهكذا، بحيث ان انا الصابون معايا يبقى ريحته حلوه واقدر استخدمه لكل حاجه، لغسيل ايدي، لشاور، لاي حاجه. تمام كده. الصابون يا جماعه انا مش بستخدمه للشعر، الشعر ليه شامبو بنعمله برضو في الصفحه معانا وفي القناه. ما تنسوش حبايبي قناتي على اليوتيوب، اشتركوا فيها، ليا قناتين، قناة وصفات أماني وقناة عالم أماني، شرفوني يا حبايبي ودعموني بالاشتراك عشان تبقوا معايا يوتيوب، الناس الحبايبي اللي سألوني على اليوتيوب. تمام كده. دلوقتي أنا بوريك القوام بقى بعد ما تصبن معايا، وآخر منظر وآخر حاجة، جميل جدا جدا. الصابون قعد قد ايه؟ يعني انا كنت عاملاه الصبح، شفته بالليل لقيته نشف، بس لسه طبعا عايز يكمل نشفانه زي ما هنشوف دلوقتي في اخر الفيديو. شايفين اللون يا جماعة؟ اللون ده انا مضرباه لون احمر على ازرق، اداني اللون الموف ده، بس اللي حصل ان اللون الاحمر اتغلب شوية على الازرق معايا. ما تبقوش تكتروا الاحمر، كتروا الازرق اكتر من الاحمر، هيديكوا لون موف حلو قوي واحلى من ده كمان، لاني زي ما احنا شايفين كده اللون بجد رائع. غطيه طبعا علشان يتصبن بسرعة، انا كنت بوريكي المنظر. غطي كمان اللي في القالب السيليكون. طيب القوالب السيليكون بنجيبها منين؟ حبايبي سألوني كتير، من عندي بتاع الادوات المنزلية، اسأليه عن القوالب السيليكون. تعالي نشوف بقى الصابون العسل بتاعنا بعد ما نشف، يعني ملحقش طبعا، انا ما سبتوش مدة كبيرة، انت سيبيه لاخر اليوم بشقري عليه، روحي وتعالي يا ستي، خد منك يوم تمام، في جو غير جو عندي، ممكن ياخد منك يومين ثلاثة، ما تقلقيش والله هينشف، هيروح فين؟ زي ما احنا شايفين كده، شايفة اللون والجمال وشكل الصابون يا جماله. بس زي ما قلتلكوا الاحمر كتر معايا عن الازرق، فالموف بتاعه بقى محمر شوية، زي ما احنا شايفين ناعمة جدا جدا الصابونة. تعالي نشوف الرغوة، الرغوة حلوة قوي قوي. شكرا للتعليقات الحلوة اللي بتجيلي، شكرا لللايكات يا حبايبي، شكرا للمتابعة للصفحة، بجد بتسعدوني، ربنا يفرح قلبكم يا رب. شايفة الرغوة والجمال بقى، تعالي شوفي الصابونة النعومة بتاعتها باينة يا جماعة، والله حلوة قوي قوي زي ما احنا شايفين كده، بص الجمال ده، رغوة حلوة، وبفرح بكل حاجة أنا بعملها بإيدي، بفرح بصنع إيديا والله، بجد ليها طعم. زيت كنت حرميه بستخدمه بدل ما بيعه للراجل اللي كل يوم ينده الزيت المستعمل ب30 جنيه وب28 جنيه، قلقانة طبعا، يعني يا ترى بيعمل بيه إيه؟ ما يمكن يرجع يضرني، لا اعملي بيه أحلى صابون. سلام عليكم.